ومن الفوائد أنه قال هنا وإنهم إلا يظنون، بيان قبح الاعتماد على الظن، لأن هؤلاء بنوا على الظن. ولذلك ماذا قال الهدهد لما أتى إلى سليمان؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني ما يعتريه الشك، وبالتالي فإن الشكوك لا خير فيها. وأرى أن الشكوك والظنون في هذا العصر وفي هذه السنوات مع وسائل التواصل قد ضربت أطنابها في قلوب المسلمين. يعني ربما تنقل رسالة لشخص فيقال يا أخي تأكد، قال أظن أنها صحيحة، ما الذي أدرى؟ قال أظن. ولذلك من سار في حياته على الظنون خاب وخسر، فإنه لا يفلح لا في دين ولا في دنيا. الآن معظم ما ينشر إنما هو أغلبه على الظنون، تجد أن هؤلاء يرسلون كذا وأولئك يرسلون كذا، كلها ظنون، وبالتالي تضيع الأمة. أنا أنصح لا تشتغل بالقيل والقال. سبحان الله يا أخي، الآن في التويتر نصبح ونمسي على قيل وقال، حدث كذا وصار كذا، وإذا حدث حدث، يعني الآن يسمون هاشتاج في التويتر، وتجد ملايين البشر يتحدثون في هذه، ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس. أصبح يعني شيء يثير يدخلون فيه ويتحدثون فيه، سبحان الله ما يقف جوالك من الرسائل، ثم بعد يوم أو يومين ينتهي. عاطفة، لأن العاطفة من غير علم شرعي، العاطفة للدين مطلوبة لكن من غير علم شرعي مذمومة. ولا يمكن أن تكون لعاطفتك آثار محمودة على نفسك وعلى أمتك إلا إذا كانت مبنية على العلم الشرعي. وإلا انظروا، هؤلاء اليهود بنوا أعمالهم وأقوالهم على الظن، فذموا، إنهم إلا يظنون.